بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل أستهلها بأبرز العناوين. صعد سيادة الدولة اليمنية في فوهة بندقية الحوثي. البطل العالمي اليمني للملاكمة نسيم حميد يصل صنعاء. أهلا بكم. طالب أبناء محافظة صعدة ومديرية حلف سفيان والمناطق المجاورة لهما بإنهاء القبضة الأمنية لجماعة الحوثي وميليشياته ابتداء من رفع النقاط الحوثية وإنهاء التمترس في المواقع والجبال والتوقف عن القيام بدور أجهزة الدولة كإثبات لحسن النوايا من قبل الحوثي وميليشياته. وفي بيان وجهه إلى رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ومؤتمر الحوار الوطني، شددوا على ضرورة بسط نفوذ الدولة الفعلي على جميع مديريات محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وبقية المناطق المجاورة لهما، وإطلاق المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين لدى الحوثي وميليشياته، وتسليم جثث من أعدموا من قبل الحوثي وميليشياته، وإغلاق كافة المعتقلات التابعة لهم، وإخلاء كافة المنازل والمزارع والمحلات التجارية الخاصة بالمواطنين والتي لا تزال محتلة من قبل الحوثي، وتسليمها لأصحابها، وتسليم المنهوبات الخاصة بالمواطنين من أبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المجاورة لهما والتي استولى عليها الحوثي وميليشياته. كما طالب البيان بإخلاء كافة المنشآت العامة مثل المدارس والمراكز والوحدات الصحية وغيرها التي لا تزال محتلة من قبل الحوثي وميليشياته. سيادة الدولة على أراضيها مبدأ لا خلاف عنه ولا يجادل المختلفون فيه، غير أن الوقائع على الأرض تسير أحيانا عكس مسار المتفق عليه. صعدة وسيادة الدولة في سياق التقرير التالي. صعدة محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية، هذا ما تقوله حقائق التاريخ، وهذا ما يجد أبناء صعدة أنفسهم اليوم مضطرين لتأكيده بعد أن فرض عليهم واقع مشوه لا يؤمن بحقائق التاريخ ولا يقر بواقع الجغرافية ولا يتعامل في نطاق السياسة. اختارت جماعة الحوثي الانتقال من مربع التقييم والرقابة الشعبية المدنية إلى مربع السلطة الناجزة، سلطة السلاح والغلبة. في صعدة تستقبلك نقاط تفتيش لا علاقة لها بقوة السلطة ولا تعترف بغير سلطة القوة. هي نقطة البداية في محافظة يتمحور كل رسمي فيها حول الجماعة ذاتها، بدءا بالمحافظ وانتهاءا بأصغر مسؤول. تظهر صعدة كبقية أخواتها من محافظات الجمهورية في ميزانية الدولة وصرفياتها، غير أن الدولة لا تظهر في صعدة ولا تحظى بأي اعتراف حقيقي من قبل المتسلطين فيها. في صعدة يجبر اليمني على دفع الزكاة للجماعة أو دفعت به خارج المحافظة وربما خارج الحياة ذاتها. يذهب المظلوم للمحكمة فلا يجد جديدا، فالقوانين التي تحرك المسلحين على الأرض هي ذاتها القوانين التي تحرك القضاة على المنصة، قوانين مصدرها ملازم السيد وأدبيات الطائفة. هويتك لا تثبتها بطاقتك الشخصية الصادرة عن الحكومة اليمنية، فللهوية في صعدة معيار آخر. أنت صعدي أصيل ما دامت أفكار قم وكربلاء تسري في عروقك، وأنت خائن وعميل إن جاهرت بغير ذلك. قدم أهالي صعدة دماءهم في ثورة شعارها الحرية، غير أنهم لا يزالون عن هذه الحرية يبحثون. رفع أبناء صعدة صوتهم في الميادين مع التائرين، وهم اليوم يرفعونه في مقدمة المظلومين. لا يعترف أهالي صعدة بانتمائهم إلا لدولة واحدة، دولة اسمها اليمن، ولا ينتظرون من هذه الدولة سوى شيء واحد، أن تفرض سيادتها على كل شبر يعيش فيه مواطنوها. قال الشيخ عبد الله صغير العزام أحد مشايخ مديرية رازح إن الحوثيين اعتدوا أمس الجمعة على مساجد بمديرية رازح بصعدة وأخرجوا المصلين تحت قوة السلاح، متهما الحوثيين بممارسة أعمال إرهابية ضد أبناء المنطقة. قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة أقدمت ميليشيات عصابة الحوثي باقتحام الجامع التابع للقرية حقنا، وقاموا بإخراج المصلين من الجامع والسطو على الجامع
وكانوا يحملون جميع أنواع الأسلحة، وأخرجوا المصلين من الجامع بقوة السلاح. قاموا بنهب محتويات الجامع من أجهزة ومكبرات للصوت وماطور كهرباء، وأغلقوا الجامع بالقفل، قفلوا الجامع، ولا يزال الجامع مغلق حتى الآن. معاناة المواطنين اضطهاد يجبوهم يوميا باسم الزكاة، باسم الضرائب، باسم لا باسم الذي خالفهم في الكذا، يحبسوهم اعتقالات. وطلب العزام الدولة ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها بمحافظة صعدة. نحن نطالب من الدولة ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق فرض هيبة الدولة على محافظة صعدة، بحيث انه يأمن الناس، يأمن المواطنين، يعني لانه اصبحت محافظة صعدة خارج نطاق. فنحن نطلب يعني من الدولة والحكومة بأن تفرض هيبتها على محافظة صعدة وتفرض نفوذها، لأنه يعني لنا أكثر من فترة يعني في محافظة صعدة لم يتم التعايش مع هؤلاء، يعني لم يتم التعايش، بينما أنه الذي هم جالسين يدفعوا لهم الزكاة ويدفعوا لهم الضرائب، الذي هم مثلا عادهم لا زالوا جالسين في المحافظة، أما من قد خرج من المحافظة فممنوع عليه الرجعة. يعني فجر مجهول نفسه في أحد أكبر شوارع العاصمة صنعاء وتمزقت أشلاؤه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الساعة 1 بعد منتصف الليل. وقال سكان محليون إن انتحاريا فجر نفسه في شارع الدائري بالعاصمة صنعاء، يعتقد أنه كان يرتدي حزاما ناسفا أو بصدد زرع قنبلة موقوتة في سيارة أحد ضباط الأمن السياسي الذي يعيش بالقرب من مكان التفجير. وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث وتحفظت على أشلاؤه ومسدس كان بحوزته، ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن عن هويته أو نتائج التحقيقات. قالت تقارير مرورية إن عدد ضحايا حوادث السير في شهر أغسطس الماضي بلغ 261 شخصا، فيما أصيب أكثر من 1800 آخرين بجروح، 800 منهم في حالة الخطر. وأوضح تقرير أعدته وزارة الداخلية بأن الشهر الماضي سجل ارتفاعا مخيفا في حالات الوفاة الناجبة عن حوادث السير مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، والذي سجلت فيه وقوع 223 حالة وفاة. وذكرت الداخلية أن أكثر حوادث السير تقع ما بين نهاية شهر رمضان وخلال إجازة عيد الفطر. وبحسب تقرير المركز فإن شهر أغسطس الماضي شهد وقوع 860 حادث سير في مختلف طرقات محافظات الجمهورية. وترجع السلطات أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز الخاطئ، إلى جانب عدم التقيد بالقوانين المرورية وآداب الطريق، وكذا تعاطي القات والحديث بالهاتف أثناء قيادة المركبات. أعرب الملاكم العالمي نسيم كشميم عن سعادته للمشاركة في هذه البطولة العالمية التي تنظمها اليمن، منوها أنه ضمن لجنة التحكيم التي ستراقب المتنافسين على البطولة واختيار المتفوقين فيها. جاء ذلك في تصريح صحفي عند وصوله إلى صنعاء اليوم للمشاركة في بطولة اليمن العالمية للملاكمة العربية للمحترفين، والتي ستقام بعد غد الاثنين في صالة 22 مايو بمدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء. دشنت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية فرع تعز اليوم مشروع المياه والإصحاح البيئي في حفل أقيم على قاعة السعيد للعلوم والثقافة. المشروع الذي سينفذ على مدى 18 شهرا بتمويل من منظمة اليونسيف، ويهدف إلى المساهمة الفاعلة في حماية حياة أفراد المجتمع وبخاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء ضمن 14 منطقة في المديريات المستهدفة في محافظة تعز، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة. أقام صندوق الطالب الجامعي في مديرية السامح حفل تكريم المتميزين في الثانوية العامة بالمديرية. المزيد في سياق التقرير التالي.
احتفل اليوم صندوق الطالب الجامعي لأبناء مديرية السامع بانتهاء الدورة العلمية السادسة للطلاب المتفوقين والقادمين على الامتحانات العامة. الدورة العلمية لأوائل المديرية نستهدف من خلال هذه الدورة الثلاثة الأوائل في الصف الثالث الثانوي العلمي من كل مدرسة من مدارس المديرية وعددها 11 مدرسة لنعمل لهم دورة في المنهج العلمي يؤهلهم لتجاوز امتحانات الثانوية العامة بالامتياز. كما كرم اليوم أوائل الجمهورية بالمحافظة والمتميزين بالثانوية العامة الذين حصلوا على الامتياز وأوائل القسم العلمي بالثاني ثانوي بمديرية سامع. هنا استمرينا أسبوعين في الدورة واستفدنا يعني أنهم من الدورة أنهم قابلوا لنا أفضل مدرسين على مستوى المحافظة واستمرنا شكم تكملة الأسبوعين في الترم الثاني. يحاول صندوق الطالب الجامعي لأبناء سامع نقل الطلاب إلى الأمام بإقامة الدورات العلمية بالمواد الدراسية كل عام كون المتفوقين هم حجر الزاوية لتنمية الوطن مستقبلا. نلتقي بكم هنا مع كوكبة متميزة من طلاب وطالبات العلم ممن حازوا على قصب السبق في التفوق العلمي ونالوا المراتب المتقدمة عن جدارة وهو ما يعكس جهودا جبارة بذلت من قبلهم طيلة عام كامل أفضت بهم إلى تفوق هذه المراتب المشرفة لهم ولنا ولمدينتنا تعز وللوطن على وجه العموم. أتينا إلى باب دار المقالح هلما لأحيا بعيد المصاب وإلا مضينا نهيل التراب فإما سهيل يزيح الحجاب وإن ضاع الإنسان يا ويحها. يعمل الأهالي ومنظمات المجتمع المدني على الاهتمام وتكريم المتفوقين وإقامة الدورات المختلفة لهم، فهل سنرى الجهات المسؤولة تقوم بواجبها نحوهم أم ستتركهم للزمن ويكفيهم الجانب المعنوي؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز. بدأت صباح اليوم بعدن فعاليات المخيم الطبي اليمني التركي الذي تنظمه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالمحافظة بالتعاون مع جمعية أطباء حول العالم التركية وجمعيتي النبراس الصحية والإصلاح الاجتماعي الخيرية. المخيم الذي سيستمر ليومين ستستفيد منه 500 حالة مرضية من محافظة عدن، حيث سيجري الفريق الطبي عمليات جراحية في مجالات إزالة المياه البيضاء و زراعة العدسات والأنف والأذن والحجرة بالإضافة إلى الكشف الطبي والمعاينة. ويأتي المخيم في إطار النشاط الخيري الصحي لتقديم الخدمات الطبية المجانية لذوي الدخل المحدود وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية الصحية المشاركة في المخيم والكادر المحلي. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الجوف اليوم برئاسة المحافظ محمد بن سالم بن عبود مشروع موازنة المحافظة للعام المالي 2014، وفي الاجتماع جرى استعراض تقرير مكتب المالية ولجنة الخطة والموازنة حول الإجراءات والضوابط القانونية لإعداد مشروع الموازنة. وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي محمد حميد أوضاع مكتب الزراعة بالمحافظة وفروعه بالمديريات. وفي الاجتماع استعرض المحافظ سير استكمال تجهيزات محطة الكهرباء الجديدة بالمحافظة والأعمال الجارية لتوسيعة الشبكة وضم مديريات الخلق والفيل والمصلوب والمتون والجوف العالي. تحت شعار القرآن الكريم عطاء وبناء احتفل أبناء مديرية القناوص بمحافظة الحديدة بتخرج 30 حافظا للقرآن الكريم من مركز الفتح النموذجي وسط حضور كبير من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأولياء أمور الحفاظ. وألقيت في الحفل العديد من الكلمات المعبرة التي أشادت بدور مركز الفتح للتحفيظ في مواجهة الأمية وكذا تحفيظ أبناء الريف التهامية كتاب الله الكريم وتجويده وتفسيره بما يحقق غاية إيجاد جيل يمني قرآني محب لدينه ووطنه ومتسلح بالإيمان والعلم.
كرم مركز الفاتح لتعليم القرآن الكريم برعاية مؤسسة سنان أبو لحوم الخيرية 20 حافظا لكتاب الله. وكان مركز الفاتح أقام دورة صيفية استمرت لمدة شهر ونصف لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، وشهدت إقبالا كبيرا من قبل الطلبة. وفي ختام الحفل قام مدير مؤسسة أبو لحوم وإدارة المركز بتكريم الحفاظ بجوائز مادية وعينية. تحت شعار من أجل تنمية روح التعاون والبهجة والفرحة، شهدت قرية الفقه بمديرية العرش بمحافظة البيضاء العرس الجماعي الأول ل28 عريسا وعروسا من أبناء القرية، ونظمته جمعية الفقه الخيرية الأهلية. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ مدير مديرية العرش عبد السلام ناجي فاضل العرسان، موضحا أن تزايد تنظيم الأعراس الجماعية في المديرية خلال هذا الشهر انعكاسا لتنامي الوعي المجتمعي أهمية هذه الأعمال في إحياء روح التكافل الاجتماعي بين الناس. كما ألقيت في الحفل كلمة اللجنة المنظمة للعرس، وعن أهالي قرية الفقح توفيق عبد الخالق جحيش أشارت إلى أن الأعراس الجماعية لمبادئ سامية وأهداف نبيلة، منها التخفيف من الأعباء والتبذير في الأعراس الفردية، وإيجاد روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع، وتيسير أمور الزواج، وأن الأعراس الجماعية توجد الألفة والمحبة والأخوة بين المجتمع. في ختام النشرة أذكر بأبرز العناوين. صعد سيادة الدولة اليمنية في فوهة بندقية الحوثي. البطل العالمي اليمني للملاكمة نسيم حميد يصل صنعاء. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.